كل الأحزاب تقدم مصالحها على مصالح الناس. العباس عليك، الأحزاب لمن مفتحة؟ للوطن لو تفتح القاصات. ترامب مسودن هسه، ترامب مسودن، احنا ليش نستدل بالمسودن؟ هذا سباق بيه غالب ومغلوب، مثل الرياضة، مثل 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 أي لعبة، لعبة سياسية انتخابية في كل دول العالم. أنت تكيف على صاحبك يجيب له فاسد حتى باكر يتوقعه؟ شلون شلون حكي هذا؟ أستاذ أستاذ لازم هنا نتقدم على نقطة نظام هنا، يعني هذا مو منطق. أولاً هذا مو منطق، نحتاج إلى إجراءات استباقية. أنا قلتها لنا قبل ما توقع الفاس بالرأس، ونحتاج إلى كفاءات. أنا ما أفرح أن يوقع خصمي إذا ابن هسة تفكرون كل من شاد حزامه ولازم فاسته على الثاني، بمعنى أنه مثل ما أنا قلت بالمقدمة، المشهد لا يبشر بخير. أنت تكيف على صاحبك يجيب له فاسد حتى باكر توقعه؟ شلون حكي هذا؟ لا لا، هاي أقول لك، شوف السباق والانتخاب للجميع، وللطامح التاريخ، والتاريخ يسجل الطموح. هذا سباق بيه غالب ومغلوب، مثل الرياضة، مثل 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 أي لعبة، لعبة سياسية انتخابية في كل دول العالم. لعد ترامب كيف خزم أمام بايدن؟ عندما كانت هناك كورونا وما استطاع يعالجها، استطاع أن يستغلها بايدن. ترامب مسودن هسه، ترامب مسودن، احنا ليش نستدل بالمسودن؟ ردنا حكيم يا بعوفة. أقول لك عوفة، هاي بريطانيا بين المحافظين وبين العمال. هذا هسه مو دفاع عن كل الاحزاب، تريد اسب كل الاحزاب؟ بس انا اقول لك، بما ان انتخابات جرت وسرت وبيها فاز وخاسر، نعم. يعني والخاسر شنو يحب الفايز؟ يعني اذا طا منصب وزاره وزارتين هذا خوش حزب وهذا خوش سيد، واذا ما انطى يفتح النار عليه. لا، هاي عمليه ديمقراطيه. اني استاذ نجم، مع تشكيل حكومه مغربيه من قبل الكتب الفاسدة. نعم تفضل. العباس عليك، الأحزاب لمن مفتحة؟ للوطن لو تفتح القاصات؟ لا، تاريخ الدولة العراقية، كل الدولة العراقية من 1921 إلى الآن أكو الحزب مرتين، مرة وكالة تجارية ومرة وكالة تنمية. التجارية دائما تبحث عن مصالحها ومركزها وتكون تنمية لصناعة الدولة. ما شفنا حزب، كل الأحزاب التي حكمت البلاد لم يقدم شيء نموذجا للشعب العراقي، حتى لا أدر حزب. ولهذا السبب اليوم المواطن من يسمع حزب رأسا كش، ما يثق بكل الأحزاب. وأنت متابع التاريخ أستاذ عادل، متابع والأخر، كل الأحزاب تقدم مصالحها على مصالح الناس. لكن الآن أنا أقول فرصة تاريخية. إذا لا أحد يتحدث في التغيير يا سيد نجم. أريد أنتقل للسيد عادل. إذا الأحزاب تقدم مصالحها على مصالح الشعب، لا أحد يقول غدا دعونا ننتظر.